مساء الخير على كل مشاهدين قناة الصحة والجمال وبرنامج آخر كلام، حلقة جديدة زي ما عودناكم من كل أسبوع كل يوم اثنين وخميس. حلقاتنا بننفرد بيها بأمور كتير، بنتابع فيها تفاصيل كتير في الحياة، عندنا فقرات كتير، عندنا ترندات. يعني إيه ترندات؟ يعني أهم الأخبار اللي كانت موجودة في الساحة في خلال الأسبوع أو في خلال الأيام دي، اللي شغلانا في الرأي العام وشغلة الناس والناس مهتمين بيها. عندنا فقرة عن الشكاوى والاستغاثات والأمور، الناس، احتياجات الناس، أمر كان مهم بالنسبة لنا جدا بالنسبة لقناة الصحة والجمال. مجلس الإدارة كان مهتم جدا بأن يكون في برنامج خدمي بيوصل الخدمة للناس، بيوصل أنك توصل لهم حتى الفكرة اللي يقدر يتابع بيها مشكلته، لأن في كتير قوي عن الناس غايب عنهم الثقافة دي. كمان عندنا فقرات كتير، زي فقرة للرجال أو مش للرجال فقط، بنهتم بيها بأمور البيت بالأسرة. عندنا فقرة مهمة جدا بنركز عليها وهي ذوي الهمم، زي ما قال عليهم السيد الرئيس هما ليسوا ذوي احتياجات خاصة، هما ذوي الهمم، كتير ناس ناسينهم، هما كسرة في المجتمع المصري، في حياتنا بيضيفوا لنا، مش احنا اللي بنضيف لهم، بالعكس شايفهم ان هم الاضافه لينا. عندنا كتير، بس قبل ما نبتدي كل التفاصيل بتاعتنا خليني ارحب بزميلي الاستاذ محمد العزاوي الصحفي ومدير تحرير جورنال الجمهوريه. مساء الخير يا محمد. مساء النور، ازيك يا ابراهيم، عامل ايه، احوالك؟ مساء الخير على كل المشاهدين الكرام. النهاردة بنبدأ حلقة برضو جديدة من آخر الكلام، في عندنا مواضيع كتير هنتكلم فيها، حاجات كتير هنسيرها وهنستمع لشكواكو وآرائكو، وأخبارنا هتبقى الترندات اللي موجودة. تعال محمد نبتدي بالترندات. أقولك على حاجة حصلت غريبة شوية، لقيت أختي بتكلمني من حوالي 3-4 أيام، إبراهيم من فضلك أنا دلوقتي شوف لي أي حد في المرور علشان عايز الحق اعمل الرخصه، لان يوم السبت الجاي المصاريف والرسوم بتاعه الترخيص هتغلى. نفس اختي بدل 1000. اختي بالظبط كده، والله العظيم بالظبط، انا بكلمك في واقع حقيقي حصل. فقلت لها ازاي هتغلى كده على غفله؟ قالت لي ده حتى في منشور اهو، وقامت بعتالي في رساله كده على الواتس المنشور، لقيت الرسوم متفنطه صح. قلت هي معقوله الداخليه بتنزل الرسوم متفقطه كده للناس قبل ما تفعلها؟ معلش خليني اكلم المرور. فلقيت المرور بيقول لي احنا ما عندناش معلومات، يمكن انتوا اللي بتجيبوا المعلومات، انتوا الصحافه والاعلام والميديا اللي بتجيبوا لنا. طب الموضوع برضو كان شاغل الناس، ابتديت الاقي الخبر انتشر على كل المواقع، ابتديت اشوف الدنيا فيها ايه. النهارده يا محمد ايه اللي حصل بقى؟ النهارده الداخليه طلعت بيان قالت ان كل المنشور المعمول ده، الزياده 200% على اسعار تجديد الرخص، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، وكل ده شائعات ومروجين شائعات، يعني الناس ما بتصدق اي حاجه، غير اصل عرباتها كلها هتتكهن، اصل كلام كله لا اساس له من الصحه، والناس عايزه اصلا فتي وخلاص، فتي سوشيال ميديا زي ما بيقولوا. خليني اقول لك انه كمان ان وزاره الداخليه نوهت ونبهت قوي انها تتخذ الاجراءات القانونيه ضد مروجي الاشاعه. والله كان اهم ما في البيان بالنسبه لي الجزئيه دي، ان احنا مش هنسيب اللي عمل ده وابتدى بالبوست ده يعدي مرور الكرام، بالعكس احنا هنتابع لان ده شغلنا، نتابع مروج الاشاعه. موضوع شغل الناس، يعني ان الاسعار وان الرسوم تعلى من 1500 تقريبا ل 3000 كانت مفاجاه وفجعه للناس، هزت ثقتهم في احد الوزارات، فكان لازم الوزاره تطلع بيان انها تقول هنرد الحق، واللي عمل كده واللي شككوا فينا هنعرف نجيب الحق منه. عندنا ايه تاني يا محمد؟ هنا حاجات شغلت الناس. هي اللي عايز اكمل بس في النقطه دي يا ابراهيم، ان دايما بتوع الشائعات في حاجه بيتفننوا فيها، ايه هي؟ ان يطلع لك الشائعه والارقام مفنطه بشكل واضح، ويعني كان هم ويحطوا الدمغه، اصل الدمغه دي كذا، يعني يوهموك ان الموضوع صح يعني. فدي حاجه يعني كانت بايخه جدا. عايز هو ياخد بالك انه اهل الشر
زي ما قال عليهم السيد الرئيس في أحد اللقاءات والمؤتمرات، هم من هدفهم زعزعة الاستقرار وإن إحنا نتهز نفسياً تجاه الوزارات، فبالتالي تلاقيهم منظمين قوي حتى في ترويج الإشاعة، منظمين جداً. دور الوزارات إنها تكذب وتطلع ببيانات زي ما حصل. خليني أقول إن اللي شغل الرأي العام اليومين اللي فاتوا تاني كانت حاجة مهمة جداً، إن مجلس الوزراء أعلن في إنه الكافيهات والمقاهي للساعة 12 بدأ يفتح سنة سنة. الساعتين دول فرقوا طبعا الناس. فرقوا كمان. انت دلوقتي الحكومة الحمد لله الأعداد بدأت تنزل، 660 النهاردة، 666 تقريبا حالة جديدة، وحالات الشفاء بتزيد. الحكومة بدأت في شهر أكتوبر بعد العيد هيبدأ إجراءات فتح سنة سنة، يعني دلوقتي بقت الكافيهات والمطاعم لغاية الساعة 12، مع أن المحال التجارية بتقفل الساعة 10. الشواطئ 50% هيبقى بعد العيد، يعني دلوقتي هي لسه مقفولة بس 50% بعد العيد. بدأت الإجراءات تفتح سنة سنة برضو مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، اللي هي ارتداء الكمامة، الاهتمام بالمعقمات لما تيجي تدخل في أي حتة، برضو في الكافيهات تقريبا محمد بقى أسلوب حياة هي. تقريبا أظن أن بقى أسلوب حياتنا النظافة الشخصية والتعامل بحرص مع الناس بقى أسلوب حياة للمصريين. يعني الدولة ومؤسساتها وفخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء راهن على الشعب المصري، الحمد لله لحد اللحظة دي بيكسب الرهان. زي ما هو بيراهن على الشعب المصري، احنا بنراهن عليه وعلى ثقتنا فيه. عندنا يا محمد، عندنا تاني قانون الإيجارات. يعني الناس دلوقتي مجلس الشعب أو البرلمان، مجلس النواب بيناقش قانون الإيجارات. قانون الإيجارات القديم ده عامل أزمة كبيرة جدا، لأن الناس كلها برضو يطلع لك واحد نائب يقول لك أصل إحنا هنغلي الإيجارات ونزودها 200%. طب خليني بقى معلش يا محمد بقى، أنا آسف بقى أخد منك الكلمة في الحتة دي. يعني تتعلم إن أنا أصلي راجل قانون. مظبوط. يعني أنا الموضوع ببص له من منظور قانوني شوية، مش بس إنه يكون مشروع قانون بيتناقش في مجلس الشعب، إنما ببص لاحتياجات الملاك، احتياجات المستأجرين، تفاصيل كتير بتهم الناس. برضو من ضمن الإشاعات اللي طلعت الفترة اللي فاتت واليومين اللي فاتوا إن القانون صدر وإن القانون هيتم التفعيل به في خلال شهور، وإن 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 ابتدى يعمل ذعر برضو للمواطن، ابتدى يعمل قلق للمستأجر اللي ما عندوش بيت، طب أنا هترمي في الشارع؟ طب للمالك، ابتدى يخاطب المستأجر بشكل معين وإنه خلاص قضي الأمر. كان التصريح كان مهم إنه لم ننتهي من إصدار القانون بالظبط، علشان يخرج بالشكل الامثل. خاصه بقى ان الازمه في ايه، زي ما انا بقول ان في تصريحات كتير يجي يقول مثلا ابراهيم، دي برضو حاجه تضايق، هي ان انا خلاص انت مش 12%، لا ده ما فيش توريث للوحده السكنيه إشعاعات. لابنك اشاعات حاجه إشعاعات يعني كتير. اشاعات كتير قوي، حاجات غريبه يعني، عملت بلبله. مظبوط. مع الناس عملت قلق وتوتر داخل بيوت مصرية كتيرة جدا، ملايين البيوت المصرية تقطن وتسكن داخل الإيجارات القديمة. أمر كان مهم جدا إنه الناس تفوق على تصريح من مجلس النواب ومن المسؤولين عن تشريع القانون بأنهم يقولوا لن ننتهي. إجابة واحدة عندنا يا محمد تفاصيل، بس خليني أقول بس أفكر كل المشاهدين إنه أرقامنا موجودة على الشاشة للتواصل معانا، الشكاوى، الاستفسارات، الاستغاثات موجودين. آخر كلامنا في كل الأمور، آخر كلامنا إن إحنا معاكم. آخر الكلام مش هيخلص، هو آخر الكلام بس علشان نشوف كلامكم رايح فين. عندنا يا محمد، إحنا عايزين بقى ندخل على فقرة يعني العمال. والنهاردة وزير القوى العاملة طلع قرار بتعيين أكتر من 1650 شاب في الجيزة، منهم 39 من ذوي الهمم، ودي حاجة يعني تدعو للفخر. من الألف وكام محمد؟ من 1666 تقريبا. 39؟ 39 واحد. بس هي مش النسبة مش كبيرة، ما تعدش كبيرة شوية. مش كبير مش كبير، بس على الأقل حلو يعني، بدأنا نتحرك، بدأنا ناخد خلينا نناشد كمان المسؤولين بأكتر من كده، ويعني وإحنا بنطلب من المسؤولين طبعا
شكر الجزيل للتعيين الناس ويعني والسيطرة على أي حالة بطالة تظهر، إنما بطلب طلب شخصي وبناشد بأنه يكون في اهتمام أكتر. إحنا عايزين أكتر لذوي الهمم، عايزين فرص أكتر لذوي الهمم، كل على قدر استطاعته في العمل، مش طالبين غير كل الرؤوس تتساوى، هم زينا وأفضل مننا بإذن الله. كلامك صح يا ابراهيم، لان كمان النقطه تانية في احنا قلنا في الجيزه في اسكندريه، وقبلها في الجيزه كان في برضو تعيينات اكتر من 1113 عين، منهم بس 5 أو 6 من ذوي الهمم. فده كلامك فعلا بيصب في النقطه دي، ان احنا عايزين نهتم بيهم أكتر شويه ونزود اكتر ونسمع يعني نتلقى الطلبات منهم، خاصه ان احنا جالنا شكاوى على الصفحه بتاعتنا ان في ناس يعني بتتقدم وبتقدم ورقها ومن ذوي الهمم وطبقا للقانون، والرئيس اصلا مأكد على النقطه دي اكتر من مره، هو يتمش اختيارهم ولا تعيينهم. فده سبب يعني عايزين نعرف ليه في تعنت في استخدام الـ او تنفيذ القرار واستخدام الحق ده اللي احنا عايزين نعرفه ليه. بنوعد كل اللي متابعينا من ذوي الهمم ان هم يتواصلوا معانا باذن الله، ربنا يجعلنا سبب في تعيينهم في حصولهم على وظائف، كمان هيكون معانا المسؤولين والمسؤولين في وزاره القوى العامله بدءا من الوزير الى اخر موظف، هنتابع حقوقكم. احنا مش بنمن على ذوي الهمم، بالعكس احنا بنديهم حقهم اللي ممكن يكونوا حاسين ان هم مفتقدينه شويه. تقريبا كمان معانا اتصالات من كتير من ذوي الهمم بيتواصلوا معانا، ونعلم كويس ان باذن الله هنكون سبب في ان هم يحصلوا على وظائف. عندنا يا محمد تاني، احنا دلوقتي عندنا مبادرة أنا ابني فنان، يعني في مبادرة كده برضو لذوي الهمم، حاجة عجبتني جدا. الأستاذة نانسي الشيمي عملت فكرة أنا ابني فنان للأطفال اللي عندهم مواهب من ذوي الهمم، حاجة جميلة جدا إبراهيم، حاجة بتبين قد إيه أنت في المجتمع دلوقتي بقينا بنفكر في الشباب دول والأبناء دول إزاي تنمي مهاراتهم وإزاي تخلي المجتمع يبص لهم بنظرة مختلفة. يعني الموضوع بقى فيه تفاهم وفهم للناس دي وحقوقها وطلباتها، هم نفسهم في ايه، عايزين ايه، عايزين يوصلوا لايه، ازاي ننمي مهاراتهم وازاي نستغل قدراتهم بالشكل الصحيح والشكل العلمي. يعني المبادره دي يعني قبل الهوا كنت بتكلم مع استاذه نانسي ازاي الفكره جات لها وازاي ايه المشاكل اللي وقفت قدامها وهي بتحاول ازاي تعدي الموضوع ده لقدام وتكملوا وتبحث عن رعاة معاها وعلى شركاء ينجحوا الأكاديمية اللي هي دلوقتي بقت أكاديمية للأطفال ذوي الهمم لممارسة الأنشطة الفنية والثقافية، إزاي يرسموا، إزاي يغنوا، إزاي يلعبوا على الآلات الموسيقية بشكل فني. عايز أسألك يا حمد، جميلة جدا، في كان في معاها يعني واخدة دعم من الوزارات أو من جهات معينة؟ لا هي ملهاش دعم خالص، بالعكس دي أكاديمية ولا تقبل تبرعات، يعني كلها على المستوى الشخصي بالظبط، يعني كلها يعني باجتهاد شخصي ودعم شخصي من الأصدقاء ومن الصحاب. بالظبط، ده هي اللي فكرت في الموضوع وجابت كذا حد من زمايلها يعني اباء الابناء من ذوي الهمم. مبادره جميله جدا، خاصه ان انا شفت الصور بتبين ان الاطفال مبسوطين. بيتهيالي معانا صور جميلة يعني، خلينا جداً صور جميله جدا نطلب من على الشاشه من كيلاني كده، الاستاذ كيلاني والاستاذ احمد توفيق في الكنترول معانا، هم عرضوا لنا كده الصور وهي معاهم بتعلمهم بعض الأنشطة اللي لعبوا عليها. يعني بص كمان الابتسامة بتاعت البنت، ابتسامة جميلة، وحتى الديكور شكلها جميلة جدا. الصور التانية برضو حلوة جدا، يا ريت نشوفها. خلينا نبص كمان على الصور التانية، كل دول من أطفال ذوي احتياجات أو ذوي همم. بالظبط ذوي الهمم. وتاني حاجة
في ميزة هنا بقى إبراهيم، إيه هي؟ إن ده من أصعب أنواع التعليم. أنت علشان تعلم طفل من تعليم الطفل أصلا يا محمد صعب، خليني أقول لك تعليم الطفل ده حاجة صعبة جداً. تأسيس الطفل حاجة صعبة، ما بالك يكون عنده مشكلة نفسية أو مشكلة ذهنية أو مشكلة أو عيب خلقي بالظبط في نشأته. خليني أوضح وأقول رسالة مهمة جداً. إحنا ليه بنعرض ده؟ بنعرض ده علشان ده قدوة، ده بالنسبة لي مثال حي للي عايز يساعد. خليني اخد اتصال، بيقولوا لي في الكنترول في حد ليه اخ معاق. خليني اقول مساء الخير الاول. مساء الخير. مساء النور يا باشا. هسمعك الاول، توطلنا التلفزيون عشان تسمعنا كده على طول. ماشي يا باشا، انا معاك كده. اتشرف بيك الاول استاذ سعيد يا باشا. سعيد منين يا استاذ سعيد؟ من البحيره يا باشا. منورنا انت واهل البحيره، ربنا يخليك يا باشا. قول لي يا سعيد، المشكله فين؟ هو حضرتك اخويا كان جاب سياره مواقين من حوالي 15 سنه، من حوالي 5 سنين كده، ودي بتوع الشؤون قطعوا الاب بتاعه. الاب بتاع الـ 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 الاعانه لاعانه البطاله. تمام. لا بتاع المعاقين. بتاع المعاقين مظبوط. فجيت قطع حوالي 6 سنين بسبب وجود العربية. تمام. هو ما كانش، هو كان حضرتك الموضوع كان ان العربية اصلا ما كانتش فارقة معاهم، لان بتظهر على الكمبيوتر. فبتوع البلد اللي احنا فيها بتوع الشؤون شافوا في ماشي بالعربية، فراح جاي قطع اب. عاد تجري كتير في الموضوع ده، بس ما فيش حد حل المشكله. كان ده بيرميني ده على ده وده بيرميني على ده، بس هو الفساد كله كان في بتاع الشؤون. طيب خليني اسالك كده، هو بيشتغل الاول ولا لا؟ لا ما بيشتغلش، ده عاجز اللي تعب الاثنين، لكن مش معين في اي جهه حكوميه او خاصه، يعني في 5%. رجل واحده بس. مش معين في اي جهه ولا عامه ولا خاصه؟ لا خالص. طيب المهم انا بعتت تلغرافات لوزاره التضامن، بس ما حدش رد عليا. بعتت تلغرافات كتير. طيب هستسمحك، بس خلينا من زمايلنا في الكنترول كده تسيب لنا بياناتك وارقام تليفوناتك وارقام تليفوناته هو كمان، وخلينا نتابع الحاله على المستوى الشخصي ونشوف هنوصل بيها لفين. انا حضرتك كمان يعني لما الاب رجع طلبت باستراجاع الاب من ساعه ما اتقطع لحد دلوقتي، برضو ما فيش حد رد عليا. طيب خلينا نتابع. ومعاه ورق الخمسة، ومعاه برضه الورق 5% وكل ورقه تمام. خلينا نتابع سعيد الحالة ونشوف. سيب لنا بس زمايلنا في الكنترول بس ياخدوا منك البيانات والتليفونات، وهنرجع نتواصل وهنشوف الموضوع في الشؤون في وزارة التضامن عموما. موضوع برضه مهم للناس. فئة كبيرة يعني كمان في أزمة هنا كمان إبراهيم، إن في نظرة بعض الناس في المجتمع ليهم بتبقى نظرة سلبية، فبتأثر عليهم سلبيا بشكل كبير جدا وبتقلل معنوياتهم. والله يا محمد خليني أقول لك إن الحالة دي شبه بتنقرض مع الناس، بوعي الناس ووعي المواطن المصري. أنا دايما بقول والله العظيم الشعب ده شعب طيب قوي، شعب حنون، شعب بيحب الضحك والابتسامة، وفي أمور كتير مش موجودة في شعوب تانية موجودة في الشعب المصري، في ألفة وفي حاجة كتير قوي. فلذلك ما تحسش دايما ان المعاق بعيد عننا. سيبك من التنمر وخلافه، ما ظنش ان التنمر بتلاقيه رايح في الحتة دي، بتلاقي التنمر رايح في أمور شخصية اللي هي بيسموها ترندات دلوقتي. ايوه مظبوط مظبوط، ترندات. بمناسبة الترندات والأمور الشخصية، كان في واقعة كده كنت بتكلمني فيها قبل الهوا، بواقعة مين اللي ضربت مين؟ مطلقة جوني ديب. أمبر هيرد طلعت النهارده في هو رفع في محاكمة بينهم هما الاثنين، بتقول ان هو ضربني وقعد يحتف عليا اكتر من 28 ازازة مية في وشي وعمل لي كدمات يعني، ونازلة بفيديو لو نعرضه كمان. الفيديو مبينة هي على السوشيال ميديا الكدمات اللي في وشها بسبب تعديه عليها وضربه ليها. فكان يعني صدمة لعشاق جوني ديب اللي بيطلع على الشاشة. هو قال ايه؟
عايز اقول لك الكلام ده مش صح، بس هي يعني بتقول عشان هو بيشرب مخدرات كتير، يتعاطى الكحوليات والمخدرات يعني، والله فهو طبعا بينفي والكلام ده انت عارف لازم ينفع من ابراهيم. والله عايز اقول انه بص الصور الست واضح انها مضروبه. واضح طبعا باين ان هي مضروبه يعني، واضح انها مضروبه. في ناس تقول لك ان هو لا، بس في ناس انا تقول لك بقول لك ان حاجه، ده انا ما بثقش يا محمد بقى، خليني بقى بصريح، انا ما بثقش في الامور دي كلها، لانهم دايما بيبقوا عايزين يعملوا دعايه، وبصراحه الستات بتزودها شويه. مش كل الستات، بس طالما اتكلمنا عن الموضوع هروح لحته للرجال، او مش للرجال فقط، وانه الست دايما بتعظم الامور، وماليش علاقه بواقعه الواقعه الفنيه اللي موجوده كترند او دي ناس مشاهير، انما خلينا هنا في اطارنا في اسرنا المصريه. الست المصريه ساعات بتكبر الامور، ساعات اكيد مش كل ست، دايما كلامي بوجهه للفئه دي للناس دي، انما في ستات زي ما دايما بقول ما عندهاش القناعه او انها تشتري كبير. فكره الست انها تشتري كبير وانه يكون الراجل بتاعها هو القائد، هي الفكره الاسمى بالنسبه لي. دايما وراء كل رجل عظيم امرأة، صح؟ انهي ست اللي بتوصل الراجل انه يكون عظيم؟ رسالة بقول لكل الستات، لازم يكون فيكي مواصفات، لازم يكون فيكي مواصفات انك تكوني انت اللي بتوديه للعظمة للنجاح. ستات كتير عندنا او فئة عايزة نكد، عايزه مشكله، عايزه انت رايح فين؟ انت كنت بتكلم مين؟ انت بتعمل ايه؟ ضغوط ضغوط ضغوط. يعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع اكتر مش من ضغوط كده. بس ده هي كلام كتير وكلام ممكن نوصل فيه لمراحل كتيره، بس هنا في نقطه انا عايز اكد عليها. ايه يا ابراهيم؟ ان احنا بالنسبه للاحترام لازم يبقى في احترام متبادل، يعني الضرب والاعتداء سواء يعني هو ما هي بتبقى رد فعل ليك او انت، لازم الراجل برضو بيحتوي المراه في مواقف كتير. محمد تحتوي ايه بس يا محمد؟ بس محمد تحتوي في ست بتوصل للراجل لمرحله مش قادر يحتويها، هي واقفه قدامه راجل زيه، يحتوي ايه؟ يحتوي راجل بيزعق له بيقول له ان كان عاجبك خد هدومك وامشي، بتسمع الفاظ وبتجيلي على المستوى القانوني. بس انت بيجيلي حته متحامل شويه ولا انا بيتهيألي؟ انت متحامل لا يعني انت مش بيتهيألك، انا مش متحامل، انا متحامل على الفئه دي. في فئه كتير نفسي تغير منظورها وتغير طبيعتها وتغير ادائها وتغير ادائها الرجولي ده. في ستات رجوليه، رجوليه موقف واداء وطريقه وتعامل والفاظ. عمر الحياه ما تستقر كده ولا تستقيم. هنا بقى يعني برضو انا مش متحامل اهو يعني انا اهو مش ايوه بعض الحالات يعني انا معاك فيها، انا بعض الحالات معاك فيها، انا مش كل اكيد الحالات. بنتكلم بص يعني هنفترض ان في بعض مصر الحالات. 50 مليون ست، مستحيل اكون بتكلم عن ال 50 مليون ست ولا عن نصهم ولا عن ربعهم، اقل اثق ان هم اقل، انما في الاخر السيء بيضغو. خلينا كده نجيب كوبايه لبن وتحط فيها نقطه حبر، للأسف هتظهر، هي دي المشكلة. بتسوق سمعة الستات، الست النكدية، الست اللي بتأذي جوزها بالألفاظ، الست اللي منكدة دايما على جوزها وبتقول له بتكلم مين وبتعمل، أكيد مش هيجيلك، أكيد مش هيرجع لك بكتر زنك. في ستات زنانة يا محمد كتير. أنا معاك، أنا معاك إن في ستات زنانة وفي ستات لازم تعدل من أسلوبها شوية، بس في نفس الوقت زي ما أنت قلت يا إبراهيم في حاجة مهمة قوي، أهم حاجة، أهم حاجة إن نتكلم عن خلق المناخ للراجل عشان يعرف يشتغل يركز في شغله، مش كل شويه خناق، مش كل شويه انت رايح فين وجاي منين، دي حقيقه لازم ده دور الست بشكل واضح وبشكل مهم. خليني يا محمد معلش انا اسف لمقاطعتك، بس هرجع لكل ست مصريه، انا راجع لكم، انا بقى وراكم والزمن طويل، بس خليني اخد معايا اتصال من نانسي الشيمي، صح كده؟ صاحبه مبادره انا ابني فنان. انا ابني فنان اسمها جميل قوي. مساء الخير يا استاذه نانسي. مساء النور، اهلا بحضرتك. اسم الحمله بتاعتك جميل قوي، ميرسي، ربنا يخليك. معاكي الاول ابراهيم مختار. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم، اهلا بيك. بجد الحمله اسمها جميل قوي، انا ابني فنان لدعم وتنميه مواهب اولادنا لذوي الهمم، اسمها تحس انه بيدعم الناس. يا رب يا رب يقدرنا ان شاء الله، ربنا يجعلك مثال وقدوه.
ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخليك. ازيك يا استاذه نانسي، كنت كلمتك قبل الهوا واتكلمنا مع بعض عن تفاصيل الاكاديميه بتاعتك. عايز اعرف بقى منك ازاي بداتي وجات لك الفكره ازاي وازاي وصلتيها ليه بقت اكاديميه، يا ريت تحكي لنا ازاي جات الفكره. تمام. هو الاول الاكاديميه شغاله للاطفال العاديين والامهات بقى لها سنتين، وما فيش اي، كان بيجي لي ساعات كتير اطفال من ذوي الهمم، اخوات للاطفال يعني الاطفال عادي، بس انا مش ببقى قادره ان انا اقدم لهم اي خدمه من الخدمات، يعني ان انا مثلا اقدر ان انا انمي لهم موهبتهم او حاجه، وده كان شيء بيتعبني نفسيا جدا، ان انا ببقى حاسه ان الولاد دول فعلا محتاجين ان هم يتنمى مواهبهم، عندهم مواهب فعلا، وببقى شايفه في امهاتهم ان قد ايه نفسهم يشوفوا سعاده ولادهم ومش عارفين يعني. وانا كمان ولادي في مدرسه فيها قسم ذوي القدرات الخاصه واولادنا ذوي الهمم، فانا كنت دايما بشوف مع اولياء الامور قد ايه هم بيعانوا مش لاقيين مكان ان ولادهم يودوهم يتعلموا اي مهاره اي هوايه. كويس ان حياتك كويس ان حياتك خدتي بالك من النقطه دي، يعني انا عاجبني الحمد لله، انت ولادك طبعا الحمد لله ما فهمش حاجه، فانت يعني ايه اللي لفت نظرك، يعني ايه اللي لفت نظرك للموضوع ده، ليه فكرتي في ده؟ احنا ما بنختارش ولادنا يعني. مظبوط. ولادنا هم ولادنا سواء يعني، ما هو انا ام وهي ام وهي ام، ممكن يبقى ماشي الحمد لله انا ولادي اصحاء، بس في حد تاني. خليني اسالك يا نانسي، معاكي انت لوحدك في الحمله دي ومعاكي ولا معاكي ناس كتير؟ لا انا لوحدي. ايه ده انت بتهزري، عندك كام طفل طيب؟ عندي اثنين. لا عندك كام طفل في الحمله؟ اه لا اكيد مش في البيت. الحمله مش عاملاها في البيت يا نانسي؟ ايوه بالظبط. لا مش في البيت، لا لسه احنا لسه الحمله ما بقالهاش غير شهرين بالظبط من بعد الكورونا. تمام. فلسه مش معايا عدد اطفال كتير، يعني هم اربعه او خمسه اللي بداوا دلوقتي. مهتمه بيهم لوحدك ولا معاكي مساعدين؟ لا انا معايا، انا مش متخصصه، انا بجيب متخصصين، يعني بيبقى في مدربه. بتحاسبيهم من جيبك في الانشطه؟ بتحاسبيهم من جيبك؟ هم دول بيتحاسبوا عادي، هم الاطفال دول بتدفع الفيس بتاعه الانشطه بتاعتهم، بس بالاتفاق مع جمعيه خيريه. طب. في جزء من ارباح المبادره هتكون ان شاء الله باذن الله لدعم اطفال ذوي القدرات. طيب. هسالك سؤال، هسالك سؤال، دي في جمعيات بتتحمل الاطفال دي، اذا النهارده جالك اطفال اهاليهم غير قادرين هتعمل ايه؟ مش متاكده بصراحه في الوقت صريح. الحالي، بس ممكن يكون لو نسبه الارباح عندي مغطيه دي هتغطي دي، بس انا في الوقت الحالي انا لسه ببتدي. ربنا يعينك ويكرمك يا رب. بشكرك جدا يا طب معانا ان شاء الله في يا رب نشوف الناس ان شاء الله اللي جايه ان شاء الله. خليني اخد يعني حاله انا تعز على قلبي قوي، هنكلمها دلوقتي، بعد ما هنكلمها وهتسمعوا صوتها هحكي لكم. معايا شيماء عامر. مساء الخير يا شيماء. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. كلمتك وقلت لك، انا اللي كلمتك وقلت لك النهارده عايز اعمل معاكي مداخله علشان اعرف احتياجاتك ايه ومشاكلك ايه ونقصك ايه وايه اللي انت مفتقداه في المجتمع او في بيئتك في حياتك. حاجات كتير والله يا استاذ ابراهيم، يعني تعبت قوي عبال ما اتعلمت وخلصت دراسه واخدت شهاده ومتخرجه من سنه 2008 ولحد النهارده ما فيش شغل، كل ما اقدم على شغل ما فيش. كله يقول لي قطاع خاص قطاع خاص. شيماء انت بتاخدي، شيماء الحاله بتاعتي، شيماء انت بتقدمي طلباتك فين؟ بتروحي جهه، بتروحي القوى العامله؟ عايز اعرف. والله رحت القوى العامله في بنها كذا مره، يعني تبع المحافظه عندي يعني، ورحت الجهاز المركزي في مدينه نصر وقدمت طلبات كتير جدا، يعني انا متخرجه من 2008. انت كام سنه يا شيماء دلوقتي؟ 34 سنة. 34 ما شاء الله عليكي. ربنا يخليك. ايه نوع اعاقتك؟ عندي اعاقة بالاربع اطراف، يعني ايدي الاثنين ورجلي الاثنين، حاجة اسمها التهابات في الاعصاب الطرفية، يعني محدش يقدر يستحملني اصلا في موضوع شغلي ده غير ان انا اشتغل في قطاع عام حكومة يعني. حاجة بصراحة انا مش قادرة يعني افهم ازاي وازاي 5%. احنا ان شاء الله يا شيماء الفتره اللي جايه هنوصل صوتك للمسؤولين في بنها، وهنتبنى البرنامج، هتبنى الموضوع بتاعك والحاله بتاعتك، علني وهنوصل ان شاء الله الحل، ان شاء الله هنوصل الحل.
خليني اسال يعني احكي لك على مفارقه بعد يعني بعد ما اخد الاتصال، لانه كيلاني واحمد بيقولوا لي ان في اتصال جوه حد مصمم انه يدخل، انما خليني احكي تفصيله شيماء بعد المكالمه، اتمنى انها تكون شايفاني. الاول اخد الاتصال. مساء الخير. الو. مساء الخير. الو. ايوه نتعرف بيكي. ايمان من اسكندريه. ايمان. مساء الخير يا ايمان. مساء النور. انا بتكلم بخصوص انك بتقول الستات نكديه وانت بتقول عيطتينا. حصل يا شيخ. انا حصل يا ايمان مني. طب انت خايف يعني الرجاله مالهاش عامل دور في الحاجات؟ لا، ما هو مين اللي قال ان مفيش رجاله نكديه؟ في رجاله برضه نكديه. استفزت هو استفزك للدرجه دي ان انت تتصل؟ طب انت عايزه ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ طيب طلعي اللي جواك. انت عايزه تقولي لا ايه؟ لا انا عايز اسالك الاول انت اسئله بقى، عشان انا بقى بصراحه متخصص في النوع ده. انت برج ايه الاول؟ انا برج السرطان. برج السرطان؟ ده انا تقريبا انا اللي ههرب من الاستوديو. ايه؟ انا اللي ههرب من الاستوديو دلوقتي. قولي لي انت شايفه نفسك انك مش نكديه وانك ست؟ انت متجوزه الاول ولا لا؟ متجوزه؟ جوزك مبسوط؟ طبعا. ادوني على الهوا كده دلوقتي. شفتي هتهربي؟ لا مش ههرب والله، عادي بقى. مش هاخد رايك انت، يعني انت هتديني رايك انت انك ست مفرحاه وهو اللي الازمه. انا الاخرى نكديه عادي. ادوني ادوك يعني ازاي؟ ادي. خايفه؟ لا مش خايفه. هيقول الحقيقه؟ انا ايوه هقول الحقيقه. ما عمري فكره عمري ما اكذب. الدهون يقول الحقيقه معانا. اول ما بيكذب الدهون يقول الحقيقه. يدينا رايه، بلاش الحقيقه يا ستي، يدينا رايه. بص يا ايمان، خليني اقول لك في الاخر انه الموضوع في بعض الستات نكديه، وانت تعترفي بده. اكيد انت بتشوفي حالات، ليكي اصحاب، ليكي قرايب، في ناس كتير قوي. ماشي، ما قلناش حاجه، بس الرجاله برضه هي اللي بتبقى. طبعا في رجاله نكديه كتير طبعا، احنا مش مختلفين. او احنا قلنا لك ان في ملايكه، بس برضو الراجل بينزل يشتغل ويشقى عشان يوفر لك حياه، مش في الاخر النتيجه يكون دوره انه يروح البيت ينام في نكد وهم. دي بقى حاجه شخصيه مني ليكي، لحد ما جوزك يكلمنا ويقول لنا ايه المشكله. ربنا يستر. صح كده؟ مش عارف تروح على فكره، شكلك انا مش عارف اروح. انا بالنسبه لي اعرف. هو انت يعني بتهاجم الستات عشان هي نكديه بس؟ انا ايه؟ عشان الستات نكديه بس؟ كل الستات؟ انا ما قلتش كل الستات. كده وكده يعني؟ انا ما قلتش كل الستات. انا بقول بعض او فئه صغيره من الستات، انما للاسف هم في المجتمع بيظهروا اكتر. دي ازمه احنا عايشينها. طب ليه يعني؟ طب ليه يعني مثلا؟ صوتك مش واضح شويه بس يا ايمان. انت بتتكلمي من ورا جوزك، عشان انا عارف انه في الاخر هو ما يعرفش انك بتتكلمي من ورا جوز عادي. طب ادهولنا. طيب قدموا لك. هو بيتحرج اصلا؟ انا اللي اتكلمت، انا اللي استفزته. طيب بصي يعني، قلت له انا لازم اخش ادافع. انا 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 بوصل بس يا ايمان رساله في الاخر انه نفسي. طب ليه ما تقول؟ ليه ما تقول؟ طب ليه؟ طب معلش، في اغنيه طالعه جديده ان ست حربايه يعني. طب ليه يعني؟ ليه بقول ان الست ما وجهتش الكلام للراجل؟ اقول لك يا ستي، بصي انا ماليش علاقه بالاغاني الجديده وان الست حربايه، ولا ماليش علاقه بده كله. انا ليه علاقه بانه انت ما سمعتش الاغنيه دي؟ هي اغنيه جميله وكل حاجه، بيجي بقى في النص الاغنيه. اوعدك بعد الحلقه هدور عليها وهشوف ده. بشكرك يا ايمان جدا جدا لاتصالك، وبدعو كل ست مصريه عندها مشاكل وجوزها اللي منكد عليها تتصل بينا. لو جوزها اللي منكد عليها، وانا عارف انه مش هلاقي ولا اتصال، ولو طلبت اتصال من الرجاله اللي الستات منكد عليها هلاقي كتير طبعا. هلاقي كتير طبعا. صح. خليني احكي لك بقى، انا اسف ان انا بطول شويه، خليني احكي لكم وارجع تاني لذوي الهمم يعني واصحاب الهمم وذوي الاحتياجات. وقعت شيماء. اللي حصل والله بالظبط انه شيماء لقيتها بتبعت لي على الصفحه عايزه تكلمني، فقلت اكيد عندها حاجه، فقامت بعت لي الرقم وقالت لي كلمني انت، انا مش فاضيه. وكلمتني بطريقه استفزتني ان انا اكلمها. فاتصلت، والله كنت قاعد في اجتماع، قمت اتصلت بشيماء. خير؟
قالت لي ايه طريقه جديده؟ وبصوتها كله ضحك. طريقه جديده مثلا ان انا بكلمك بيها؟ قلت لها اه. انا مستغرب انت بتقولي لي كلمني انت، انا رقم ياهو بقى كلمني انت، ايه الطريقه دي؟ قالت لي ايوه وان كان عاجبك. قلت لها يا ستي عاجبني خير اموريني. قالت لي مفيش انا كنت بس عايز اسلم عليك. قلت لها حاضر شكرا ربنا يخليكي. قالت لي طيب عموما اهو رقمي وبأسأل عليا. ففي عشره كده وحاجه غريبه. قلت لها انت تعرفيني؟ قالت لا. قلت لها طب اكدي لي ابعتي لي صورتك عشان انا لو مش شايف صورتك على الصفحه فابعتي لي صورتك. قالت لي مش هعرف. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان ما عنديش تليفون فيه ده. قلت بتكذب، انا اسف اني بطول شويه. قلت بتكذب ازاي؟ قالت لي والله اصل انا لما كنت بروح المستشفى التليفون بيتسرق وانا ما بتحركش. قلت لها ما بتحركش ازاي؟ قالت لي اصل انا عندي اعاقه في الاربع اطراف. قلت لها انت بتتكلمي جد؟ ان صوتك كله ضحك كله تفاؤل كله يعني عدم ولا مبالاه بالدنيا، انت ايه انت ايه انت ايه الفرحه اللي جايباها دي؟ قالت لي انا كده هو كده وان كان عاجبك وكلمني وقت ما تحب كلمني. قلت لها انا حابب اكلمك. الرساله اللي عايز اوصلها ان اللي عايز يفرح هيفرح، مفيش حاجه هتعوقه. اللي عايز امل وتفاؤل هيلاقيه مهما كانت الظروف. بالنسبه لي شيماء انا كنت شايفها طاقه امل، شايفها دايما مصدر تفاؤل. فكره انك تاخد التفاؤل والامل من ذوي احتياجات امر صعب قوي. خليني اروح لمحمد واقول لك عندنا حاجه تاني في ال هو موضوع ذوي الهمم ده. شيماء دي اثرت فيها جدا بصراحه، يعني انا لما خدت المكالمه مش عارف اتضايقت، اتضايقت لان البلد بتتغير وفي حاجات كتير احوال بنشوفها، وبرده لسه الاهتمام بذوي الهمم والناس دي قليل. بمناسبتهم محمد خد اتصال كده، في اتصال من احد الاشخاص بيقولوا من مطروح عنده برضو اخ من ذوي الهمم. مساء الخير. ايوه السلام عليكم. عرفنا بيك الاول. السلام عليكم استاذ ابراهيم. اتفضل قول. مع حضرتك احمد مرسى مطروح. اتفضل. انا معلش انا اضطريت ان اقدم على الاعداد عشان عايز ادخل مع حضرتك، عندي مشكله. اتفضل. الله يبارك فيك. حضرتك انا من مطروح من مدينه الضبعه. تمام. تمام. حضرتك عندنا هنا مئات الشباب ما عندهمش وظائف ولا عندهم شغل ولا عندهم دخل شهري. حالتهم يعني تحت الصفر. فما فيش اي اهتمام عندنا بشباب الضبعه، يا ريت يا استاذ ابراهيم توصل صوت. شباب الضبعه؟ ايوه. الو ما اعرفش محمد ولا الو تقريبا الاتصال تقريبا في انقطاع في الاتصال. موضوع ذوي الهمم بنرجع تاني هنشوف طبعا المشكله دي لو هو اتصل بينا يعني تاني حاول الاتصال بينا مره تانية. ما سمعتش بالظبط اصل المشكله فين. انا عايز اقول على حاجه بس هنا ابراهيم بالنسبه لذوي الهمم، ارجع تاني شيماء دي اثرت فيها جدا مكالمتها، خاصه ان هي صوتها مخنوق فاهم، حاسس ان هي يعني ليه تقدم ورقها القوى العامله واحنا هنتابع معاها في بنها اللي حصل ووصلت لايه. لازم نوصل لكده، لازم نتابع المشاكل بتاعتهم يا ابراهيم ونوصل صوتهم للمسؤولين. الفتره دي لازم كده. بص يا محمد، يعني انا سعيد شخصيا على المستوى الشخصي بفكره ان احنا اول ما فتحنا الملف ده وفتحنا الـ 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 الطاقه وبصيص الامل في جزئيه المعاقين وذوي الهمم، انا اسف في كلمه المعاقين لانه قد يكون بني آدم سليم 100% ويكون هو المعاق، إنما هم أصحاب همم وليه فعلا ليهم احتياجات خاصة. أول ما فتحنا الملف لقينا ناس بتنهال علينا كتير، ناس كتير بتقولوا إحنا شايفينكم. بجد دي رسالة من آخر الكلام، من محمد العزاوي، من إبراهيم مختار، من كل القائمين على العمل، إحنا شايفينكم قوي قوي، مركزين معاكم جدا وهنكمل معاكم للاخر ونوصل صوتكم للمسؤولين. واحنا يعني في الموضوع ده احنا مش هنهزر، احنا هنبقى معاكم وهنستقبل تليفوناتكم على طول، وهيكون معانا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه حد من المجلس القومي للاعاقه وحد من القوى العامله علشان نشوف الموضوع ده ليه وصل لكده او ليه ما اتحلش، او الشكاوي دي حجم الشكاوي ده كتير جدا ليه كده.
عايزين نعرفه ان شاء الله الفتره اللي خليني اخد تقريبا اتصال الاستاذ كاتب الصحفي الاستاذ محمد المنايلي معانا المتخصص تقريبا في الملف العمالي. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ومشاهديكم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. كنت بتكلم معاك يا استاذ محمد دلوقتي في الجيزه تم تعيين اكتر من 1600 واحد، 39 منهم من ذوي الهمم، وقبل كده كان في اسكندريه 1113 تقريبا او 1114 منهم خمسه او سته من ذوي الهمم. النسبه يعني عايزين نزيد اكتر من كده يا استاذ محمد، انت ايه رايك في الموضوع ده خاصه ان احنا بيجي لنا شكاوى على الصفحه بتاعتنا كتير جدا في الملف ده؟ هو اولا انا لازم بس حاجه، دور الدوله من 2014 حتى تاريخه هي مهتمه تماما بالشباب وتوفير فرص عمل للشباب خاصه في القطاع الخاص والقطاع الاستثماري باعتباره ان هو القوام الاساسي للاقتصاد القومي، خاصه ان نسبه التشغيل تصل الى حوالي 85% من الناتج القومي، اما القطاع العام فيوصل حوالي 15% من الناتج القومي. لو نظرنا الى التحديات اللي قابلت الدوله خاصه في ظل كورونا وحتى الان، هنجد ان المشروعات القوميه العملاقه ابتلعت حوالي كانت البطاله وصلت لحوالي 14% النهارده وصلت ل 7.7%. لكن تعال ننظر زي ما سعادتك قلت لذوي الهمم او للشباب، ازاي او كيف يحصل الشاب على فرصه عمل او كيف يحصل اصحاب الهمم على فرصه عمل. وزاره القوى العامله عندها مكاتب مديريات قوى العامله على مستوى الجمهوريه 27 محافظه، مطلوب من كل شاب او من كل كان سليم او من ذوي الهمم ان يسجل بياناته في مديريات قوى العامله وان يكون هو على اتصال حتى ويترك تليفونه يتم الاتصال به. في ناس كتيره يا استاذ محمد، انا مش يعني عذرا لو انا قاطعتك، ماشي احنا معاك في الكلام ده وانا بحيي دور الدوله وبحيي دور وزاره القوى العامله، بس انا بتكلم على احنا جالنا مشكله دلوقتي مثلا من 2008 من 2008 وهي بتقدم لوظيفه حكوميه خاصه ان هي عندها اعاقه في اربع اطراف، فايه السبب؟ ايه السر؟ يعني مش قادر افهم. يا فندم القوى العامله مالهاش دعوه بالحكومه، الحكومه دلوقتي بتيجي عباره عن مسابقات من خلال. لا انا اسف، يعني ايه القوى العامله مالهاش علاقه بالحكومه؟ انا اسف بس لا نهائيا، هي قطاع خاص فقط دلوقتي. القوى العامله قطاع خاص؟ وزاره القوى العامله قطاع خاص؟ ايوه فندم قطاع خاص. انا عايز افهم والله. والله بصوا يا سعاده الحاج، الجهاز المركزي لتنظيم الاداره والاداره هو المسؤول عن التعيين في الجهات الحكوميه. تمام. وزاره القوى العامله هي المسؤوله عن التعيين في القطاع الخاص، واخد بال سعادتك؟ كلام مظبوط. وبالنسبه لذوي الهمم او الشباب. تمام. او الفتيات. في القطاع الخاص والاستثماري. انما في تعيينهم في القطاع العام يكون تبعا للتنظيم الاداره. الجهاز المركزي لتنظيم الاداره. تمام. وبعدين عشان تبقى عارف حضرتك او الزميله اللي بتسال برضه، في 5% من القانون لذوي الاحتياجات الخاصه. كلام مظبوط انا عارف. ايوه يا فندم. وبالفعل في ناس بتستلم، لكن من 2008 النهارده 2020 هو السن كام؟ زائد انها لابد ان تعلم تماما ان هناك سن معين، يعني هي لابد ان تراجع القوانين، سن معين للتعيين في الحكومه، ما تضيعش وقت، لكن هناك بعض القطاعات. طب ما هي بتقول انها قدمت ولم تحصل. بالظبط بالظبط. ما هو قدمت في القوى العامله يا فندم مش هتحصل بالفعل. الا على قطاع خاص، فهمتك. القطاع الخاص القوى العامله. فهمتك. ده في امور كتير قوي يا استاذ محمد احنا لازم ننظمها مع بعض عشان نفهم ونوعي الجزء ده او الفئه دي من المجتمع المصري حقوقها والتزاماتها وطريقه حتى التقديم وتناول المواضيع اللي تهمهم. يعني احنا هنحتاجك كتير في الفتره دي. لا انا تحت امرك، انا مع سيادتك في هذه الجزئيه. لو اتكلمنا هنقول ان زي ما قلنا، ممكن اسمح لي اقولها تاني. اتفضل. اذا اراد الشباب او الفتاه ان تتعين في الحكومه فعليها ان تتابع المسابقات عن طريق الانترنت، لان القانون ينص على ذلك، قانون الخدمه المدنيه. طب ينص على ذلك. انا اسف لمقاطعتك. اتفضل. هل كل ذوي الهمم هيقدروا يدخلوا على النت؟ نعم. في منهم فئه في فندم، ما انا هقول لسعادتك، في منهم اصحاب الهمم او ذوي الهمم، الاب الام الاخ الاخت هكذا. وعلى فكره شباب، عارف حضرتك لو هو راح الجهاز المركزي لتنظيم الاداره
هناك تعليمات صريحة باستقبال الناس واللي هم عاوزين يقدموا، لكن التقديم لازم يكون عن طريق الانترنت. تمام. عشان يقدر يستعين بأهله أو بزاويه علشان التقديم. بأي حد. هقول لك ليه؟ هقول لك حاجة. القانون هنا بيمنع الغلطة والمحسوبية. في حاجة اسمها الشفافية دلوقتي، القانون ينص على كده. في احصائيه يا استاذ محمد، عايز اسال سؤال، في احصائيه لعدد ذوي الهمم بوجه عام في جميع انحاء الجمهوريه تقريبا، في عدد او في احصائيه بيهم؟ تقريبا بس انا مش سؤال مهم قوي. لا في وعددهم كبير، يعني ممكن يوصل ل 15 مثلا مليون. انت بتكلمني في ان هم 10% او 15% من الشعب المصري؟ ايوه ده كان سؤال مهم جدا. طبعا انت دلوقتي الاعمار في تفاوت في الاعمار. تفاوت في الاعمار، مش كله في سن الشباب، مش كله مرحله الشباب، صح؟ لا كله مش كله في سنوات الشباب، ولكن صح. خليني اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، وانا حريص على اني لازم اقولها ولابد اقولها. اقول لحضرتك ايه هي؟ ان الدوله والقطاع الخاص والقطاع الاستثماري يراعي تماما ذوي الهمم. صح. بمعنى طبعا اذا كان يعني بيعرض عليه الاتي: الوظيفه اللي هيروحها، واخد بال سعادتك، ممكن ما يروحش العمل ومرتبه بيوصل اخر الشهر. اعلم ده جيدا، انت صح. انا انا اعلم ده جيدا. فئه ال 5% في القطاع الخاص، يعني مكتب القوى العامله المسؤول عنهم ما بيلزمهمش ان هم يروحوا، وبتخرج لهم الرواتب يعني نظرا لظروف طبيعتهم وطبيعه حياتهم، صح؟ انا عاصرت ده في شركات كتير. تامينات اجاز انه ياخد معاشين يا فندم. لا خد بالك، انا اتفق معاك يعني، بس هو ده بعد السؤال بتاع استاذ محمد العزاوي بان هم كام، واتفاجئت معاك بالرقم، دي حاجه شويه يعني. واحنا كمان بنستفسر منك يا استاذ محمد على حاجات، ان احنا برضو يعني احنا طبعا الفتره اللي جايه هيبقى في بينا تعاون كبير، وهيبقى ممكن نستضيفك عشان نتكلم على حاجات تانية كتير، بس حكايه ال 5% لان هي قالت لنا اللي هي قدمت لجهاز التنظيم والاداره والقوى العامله، فاللي احنا بنتكلم فيه ان احنا هو التقديم للجهاز المركزي يا محمد بيه. ايوه. استاذن سعادتك مباشره؟ لا، لازم يكون عن طريق الانترنت. تمام. وبعدين 2008، احنا في 2020، يعني سن تتعدى 30، اللي بيتعدى 30 من حقه يروح القطاع عام، بس اللي بيتعامل بقوانين خاصه زي البنوك، زي الاتصالات، قطاع الاعمال يعني. قطاع الاعمال عن الشركات القابضه التي تقاد بسن، لكن الجهات الحكوميه تقاد بسن لا يزيد عن 30 سنه. عشان التدرج الوظيفي وخلافه من القانون برضو، يعني هو بيعقم فكرة القانون نفسهم، مش فكرة ان هو بيستثنيهم، لا ده هو السوي والغير معاق الاتنين بيتساووا في الجزئية دي. لا انا هقول لسعادتك حاجة، الدولة منحت ذوي الهمم اولويات خاصة، وبالفعل انا بقول لحضرتك حاجة، في ناس بتستعين من ذوي الهمم في الحكومات الحكومية، واخد بالك؟ وبعدين ده خد بالك كمان ان هم ليهم نسب في الشقق الاسكان الجديده وبتعلن مباشره. بص انا اتفق. لك حاجه كمان بقى، ممكن اخرج بالجزئيه كمان الجديد، انها اضافوا اللي هم الاولى بالرعايه، المطلقات كمان والى اخره والى اخره. يعني اذا الدوله بتعم بتنفذ برنامج الحمايه صح. الاجتماعيه صح. وبرنامج حقوق الانسان صح. فانا هي بقول لها، انا بتفق معاك يا محمد، بتفق معاك جدا يا استاذ محمد. تعال. برامج الحمايه الاجتماعيه للفئات عندك سؤال الاكثر احتياجا، واخد بال سعادتك؟ الكلام مظبوط. ادخل. سواء كان ذوي الهمم، انا بقول لك على حاجه يا استاذ محمد، انا شايف طبعا جهود الدوله، واحنا بالعكس احنا بنثني على جهود الدوله في النقطه دي، وخاصه تعيين الشباب دلوقتي بقى فيه. يا محمد بيه ما كانش بتحصل قبل كده، لكن دلوقتي بالظبط الدوله لديها اراده تامه وقوة في ذلك. تمام، احنا بنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي، وان شاء الله يبقى في بيننا لقاءات اخرى. بشكرك استاذ محمد المنايلي، الصحفي بجريده الجمهوريه، هو المتخصص في هذا الشان. بشكر كل مشاهدين قناه الصحه والجمال، كل مشاهدين اخر الكلام، بعتذر لكل الناس اللي ما قدرناش نستوفي اتصالاتها، إنما ملف كان مهم جدا، هو ملف ذوي الهمم مش هنسيبه. كمان بنطلب من الناس
ان احنا عايزين حد من الفئة بتاعت اللي تعلم لغة الإشارة، لان احنا عايزين كمان يكون معانا شخص دائم في حلقاتنا عشان يخاطب الصم والبكم، لانهم برضو فئة كبيرة جدا في مصر. في النهاية انا مبسوط جدا بتواصل الناس معانا، مبسوط جدا بان احنا قدرنا نوصل لحضن المواطن المصري والشعب المصري. عندنا اكتر من فقرات كل اثنين وخميس زي ما اتفقنا الساعة 12 صباحا الى 1 صباحا، هتستنونا وهتلاقوا عندنا المفيد وهتلاقوا عندنا كل الكلام، وهيكون اخر الكلام مع الاستاذ محمد العزاوي وابراهيم مختار. ان شاء الله المره الجايه الحلقه الجايه هيبقى في حاجات كتيره اكتر، وهنتكلم على حاجات تانية مش هنحرق لكم المفاجات اللي عندنا، وعايزين منكم نستقبل شكاوي الناس وذوي الهمم تحديدا. وفكره حلوه قوي يا ابراهيم اللي هي حكايه اللي يبقى في حد معانا من الصم والبكم ويتكلم باذن الله. في افكار كتير عندنا هنتواصل بيها. في النهايه بشكركم والى اللقاء في الحلقه الجايه. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.